هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتال. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة جو. في هذه الحلقة ستكون نوعا ما خاصة، سأستعرض معاني بعض المصطلحات المهمة التي دائما ما تعترضنا أو ما نواجهها دائما في حياتنا اليومية. يعني سأستعرض مصطلحات مالية مهمة كتير قريبة على السمع، وأيضا حيكون وقفة نفطية، ولكن حبدأ مع النفط وبعدين أدخل بهالمصطلحات مثل ما هي السندات، ما هي الأذونات، ما هي ما معنى أنه يوم الاستحقاق، توزيعات الأرباح، كل هالمصطلحات نسمعها يوميا. ولكن البداية حتكون من النفط وحتكون من حق البرنت اللي هو بحر الشمال المهم جدا. مشاهدينا أبدأ من النفط، طبعا حق البرنت أو نفط البرنت. البرنت معروف عنه أنه أكثر من خلينا نقول 70% من التعاملات بتصير تسعر حسب البرنت. طبعا هو منه الأكبر حقل في العالم، ولكن هو الأشهر في العالم والمرجعية للأسعار. وعندما تشاهدون على الشاشة أسعار هناك الأكثر شيء متداولة، النفط الأمريكي والنفط البريطاني، يعني هو بحر الشمال، ومنشاهد أنه السعر اللي عم نشوفه اللي هو الأعلى حاليا هو حسب البرنت. الآن الحقل محتاج صيانة، وممكن أيضا يصير فيه توقف، ولاحظوا يعني حيصير في توقف منصات وما إلى ذلك. ولكن الأبرز من ذلك هو أنه الحقل مسار اهتمام بشكل كبير جدا، خصوصا أنه كل الأنظار عليه. ماذا يحصل في هذا الحقل، وإذا توقف ماذا أيضا ممكن أنه يترتب على هذا القرار؟ طبعا حقل برنت، بس بتذكرون أنه بينتج نفط منذ 40 سنة، وتم استخراج 3 مليارات برميل، 20 مليار دولار عم يصير في ايرادات من الضرائب، وشال واكسون موبيل مهيمنين على الحقل وبيملكوا الحقل. طبعا الايرادات الضريبيه اللي عم تشاهدوها 20 مليار دولار رقم كبير جدا، 40 سنه 3 مليار برميل. طبعا هذه الانتاجيه اصبحت بالنهايه صارت هي معيار للاسعار ولا التسعير. عم نشاهد حاليا انه التسعير وعالميا عم بيصير نسبه لهذا الاسعار. طبعا اوقات بيصير في جاب او فجوه بين الامريكي والبريطاني، وهذه الفجوه ممكن ترتفع بشكل كبير جدا وممكن ترجع تتراجع. في السابق كان الامريكي اعلى من البريطاني، يعني الخفيف اعلى من البرنت، ولكن بالسنوات الاخيره صار البرنت هو دائما أعلى من سعر الأمريكي، وأحيانا كانت الفجوة تذهب إلى 15 دولار و10 دولار. طبعا الآن هي الفجوة صارت رجعت صغيرة، وفي فترة من الأحيان أوقات بتعادل أو بتصير نص دولار ودولار، وبالتالي بطل فيها العشرة دولار و12 دولار و15 دولار اللي شاهدناهم بفترة من الفترات. إذا إنتاجه تحول معيار عالمي للأسعار. الحقل الآن يقترب من النهاية، ولاحظوا مشين الصيانة وما إلى ذلك، 3 من 4 منصات توقفت عن الإنتاج، وتنظيف الحقل ليس سهلا. الآن نحن أمام استحقاق كبير جدا سيستمر عدة عقود. لماذا؟ لأنه هون المصداقية، وأيضا عدم حصول أي حادث كبير جدا كما حصل مع بريتش بتروليوم والبقع النفطية، لا يريد أحد أن يتكرر هذا الموضوع. أول وقفة في هذه الحلقة ونتابع. إذا الأسعار هي دائما ما يعني مرجع عالمي للأسعار. عم نشاهد النقاط المهمة اللي باقية، مش هيك لأرجع أدخل فورا بالمصطلحات المالية. الإنتاج تحول مثل ما قلنا معيار عالمي للأسعار، احتياطيات النفط الباقية بين 10 إلى 20 مليار برميل. طبعا التكاليف الإنتاج في هذا الحقل عالية جدا، يعني عم نشاهد انه تكاليف عاليه جدا، وكثير من الحقول هون عم نشوف ما بتربح من وراء هذه الاشياء. طبعا هذا الحقل مثل ما قلنا ليس سهلا انه في ارتفاع عالي بالاسعار. عم نشاهد انه تكاليف عاليه، وبالمقابل كمان تم خفض التكاليف بنسبه 40%.
إذن هذه كانت الوقفة مع النفط عن بحر الشمال. خليني أذهب فورا إلى الموضوع الرئيسي للحلقة وأبدأ بالمصطلحات. طبعا كثيرا ما نسمع حتكون المصطلحات بعض اقتصادية وبعض مالية. نسمع كثيرا في الإفلاس. الإفلاس عندما إفلاس شابتر 7 شابتر 11 وفي أيضا بنود أخرى حنستعرض سريعا بما يتوفر. رح أبدأ بالإفلاس كشكل عام. بشكل عام الإفلاس هو عدم قدرة الشركة على القيام بمهمتها ونشاطاتها. لماذا؟ لعدم توفر المال الكافي. هذه فورا يؤخذ أنه أفلس، لا يستطيع أن يتابع نشاطه ومهماته، والسبب يكون عدم توفر المال الكافي. طبعا في عدة أنواع في شابتر 7 بند رقم 7 وبند رقم 11. ما هو الفارق بينهما؟ عم نشاهد هون أنه الفارق بينهما بالنسبة إلى الشابتر 11 أو البند رقم 11 هو إفلاس شكلي. لماذا؟ أول شيء بسبب إعادة الهيكلة بينما تواصل الشركة عملها، وبتتيح أيضا للملكين أن يرجعوا يتحركوا ويتصرفوا. ولكن الجميل هنا أو الجيد هنا أن الشركة تتابع نشاطها، تتابع عملها، ولا أحد يستطيع أن يوقفها. بينما بالشابتر 7 هون إفلاس فعلي، يعني تتم تصفية الأصول بدون مزح، هون تتم تصفية الأصول وتسديد الديون. هذا هو الفارق بين بند رقم 7 وبند رقم 11. ستينج ونتابع. أتابع مع المصطلحات. حنشاهد هون وقت بصير في عندي بالنسبة إلى السوق. دائما ما نسمع أنه السوق باتجاه صاعد أو دخل اتجاه صاعد أو دخل اتجاه هابط. تقريبا في الفترة الأخيرة أي سوق يدخل بأكثر من 20% باتجاه معين يصنف حسب هذا الاتجاه كديفينيشن. ولكن خلينا نشاهد الفروقات. انخفاض متواصل لأسعار على فترة طويلة يسمى بسوق الدبية. طبعا هون صراع بين الدبب والثيران، وعكسها بتكون سوق ثيران. ماذا يعني ذلك؟ طبعا بنشاهد أنه على مدة أشهر أو على مدة سنوات طويلة بياخذ هذا المنحة. مثلا خلينا نقول أنه السوق الأمريكي، السوق الأمريكي منذ 2008، منذ يعني الأزمة العالمية والانهيار اللي حصل، وهو أخذ اتجاه صاعد. لكن السوق هي بسوق ثيران صاعدة. ليه؟ لأنه الصعود متابع وأخذ الاتجاه العام الرئيسي. هلا لا يمنع أنه أثناء الاتجاه الرئيسي العام هناك بعض التراجعات الكبيرة تسمى القيعان الحادة. ممكن يصير في قاع عنيف، ممكن يصير في قاع عادي جدا، ولكن الاتجاه هو صعود. ممكن يصير في هزة، ولكن يخرج أحيانا قليلا من الاتجاه، بيكون في مثلا خرق كاذب أو مثلا كسر كاذب، ثم يعود مرة جديدة داخل الاتجاه. إذا نحن في اتجاه العام الصاعد، هذا معنى الاتجاه. سأذهب إلى مستوى، نفس الشيء إذا كان داون ترند أو اتجاه هابط. طبعا هون رح ياخذ كلمه ثانيه غير هالمصطلح هون، منهم هن يعني، رح ياخذ كلمه مهمه جدا وهي اللي عم نشاهدها، مؤشر تكلفه المعيشه. طبعا لقياس تكلفه المعيشه وما الى ذلك، المعيشه الى تكلفه لشاهد اذا عم يصير في ارتفاع في الاسعار او لا وما الى ذلك، يعني يظهر مدى ارتفاع الاسعار بين فتره واخرى. طبعا مهمه جدا الفتره كي أستطيع المقارنة. كمان كيف كنا تكلمنا عن الإفلاس في الديفوت. ديفوت هو عدم قدرة الشركة على الدفع. دائما أحيانا إذا كان أي شخص عم يتعامل مع البنوك وما بيستطيع أنه يرجع يلتزم بواجباته تجاه البنوك، إن كان قروض أو بطاقات، أحيانا بيقع بديفوت، يعني لا يستطيع أن يتابع الدفع، وبالتالي بصير في له تصنيف معين من قبل البنك، وبالتالي بصير له وضع خاص ويعامل بطريقة أخرى ويلاحق أيضا من قبل قسم التحصيل. وبالتالي هون هالأسماء اللي بتجي ليس فورا إفلاس وما إلى ذلك، هناك عدة مراحل يصنف فيها
حسب العميل قدرته على الدفع، صعوبة في الدفع، يمكن لا يدفع في الوقت وما إلى ذلك. دائما ما نشاهد هذه المصطلحات. أذهب إلى في مصطلحات شائعة جدا أو جمل شائعة جدا دائما منقول أنه trend is your friend. وفي كمان بالنسبة للفيدرالي don't fight the Fed، يعني لا تحارب الفيدرالي. لماذا؟ كمان هون عبارة مشهورة جدا وهي لا تحارب الترند ولا تحارب الفيدرالي. لا تحارب الترند عدم السير عكس الاتجاه العام للأسعار، مثل ما ذكرت أنا في اتجاه عام للأسعار. ممكن أحد أنه يضارب عكس الاتجاه ولكن فورا يرجع يقعد بفترة متوسطة أو فترة قصيرة. هو إذا كان اتجاه صاعد يريد أن مثلا يشتري عند القيعان ثم يبيع ثم يشتري عند القيعان مرة جديدة، ودائما ما يشتري عند القيعان لأنه هو دائما ما هناك صعود، وأيضا في الصعود أحيانا يبيع عند القمم ويقفل فورا عند أي ربح لأنه الاتجاه سيعود مرة جديدة إلى الصعود لأنه اتجاه بيكون صاعد. يعني يجب دائما أن أركز إذا كان الاتجاه صاعد أو لا. Don't fight the Fed، يعني لا تحارب الفيدرالي. لماذا؟ قرارات كبيرة جدا حنشاهدها، قرارات كبيرة جدا إنه ما نمشي عكس توجهات الفيدرالي. إذا الفيدرالي تأكدنا إنه مثلا حيرفع الفائدة أو يعمل تيسير كمي أو قرارات مهمة جدا، يجب أن يكون صفقاتي وأيضا قراراتي بالنسبة إلى الصفقة تكون متوافقة مع الجو العام. يعني آخر شيء الاتجاه سيتبع الفيدرالي، وبالتالي من الخطأ أنه تعكس الفيدرالي. أحيانا البنك اليابان عندما كان يريد أن يقول أنه سيتدخل، عندما يريد أن يتدخل يجب أن أذهب معه في التدخل لأنه يحذر صغار المستثمرين لكي لا يتأذوا عندما يتأخر، وأيضا عندما يتدخل وبالتالي أيضا يدخلون معه بنفس الوقت. يمكن بعدين الترند ينكسر وثم يعود من نفس المستوى مطرح ما دخل، ولكن أثناء التدخل وأثناء قراراته لا تحارب البنوك المركزية. ستينجو ونتابع. أعود الآن إلى بعض المصطلحات بالنسبة إلى الشركات. تعويم الشركة، نسمع دائما بكلمة تعويم الشركة. تعويم الشركة بكل بساطة هو الذهاب إلى البورصة، يعني طرحها في البورصة ونقلها من شركة عامة إلى شركة خاصة. تعويم الشركة الذهاب إلى البورصة. طبعا لماذا تذهب الشركة إلى البورصة؟ لأنه بكل بساطة مؤسسي الشركة بيصبحوا ملياردري. كيف؟ برأس مال بسيط بيكفي أنه الشركة تكتسب خليني أقول سمعة وتكتسب أنه مهارات كبيرة، ونشاهد أنه من قبل الأوبريشن أو من قبل وحدة التشغيل ممكن أنه يصير في تخمين قبل الذهاب إلى البورصة بشكل 1000%. يعني الربح حتى لو صار في تراجع من بعد إدراجه ب 50% وتراجع السهم بشكل كبير جدا لا شيء، لأنه بيكون ارتفع استثمارهم قبل ما يأسسوا الشركة يكون ارتفع بحوالي 500 أو 600% أو 700%. طبعا هذا يعتمد على ما هي الشركة التي تدرج، ما هي الشركة اللي بماذا تتعامل الشركة، وأيضا ثقة المتعاملين فيها، وأيضا البنوك التي تكون هي مدير الإصدار وما إلى ذلك، وينظم عملية الذهاب إلى البورصة. طبعا بعد في عدة رح نتناولهم بالفقرة الثانية من البرنامج. دائما هناك بعد عندي كثير من المصطلحات. مشاهدينا حان الآن وقت أنه ناخذ وقفة ثم نتابع في الفقرة الثانية من البرنامج. ابقوا معنا دائما بحقيبة الجمعة. هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتال. مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة الجو. أتابع هذه المصطلحات المهمة. كنا وصلنا سريعا إلى الناتج المحلي الإجمالي. طبعا هون من الناتج المحلي الإجمالي وأيضا عندي الناتج القومي الإجمالي. ما الفرق بينهم؟ من الكلمة قومي ومحلي. محلي يعني البلاد، قومي هون عم شاهد قيمة ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات داخل البلاد. محلي
بكون هون مشيت انه هذا الناتج محل اجمالي. دائما ما نقارن الدول ببعضهم بهذا الناتج. الفرق بين القومي الاجمالي لا يشمل ما يتم انتاجه من قبل الشركات الاجنبيه. ماذا يعني ذلك؟ بالنسبه الى المحل الاجمالي، الشركات الاجنبيه والوطنيه، ما تنتجه داخل البلاد محسوب. بالنسبة إلى القومي فقط الشركات الوطنية، وحتى لو كانت أعمالها بالخارج ولكن تكون قومية هي تبع البلد. هون على طول ما نقارن الدول بالناتج المحلي الإجمالي، لأنه هو كمان رقم مهم جدا، وعندما يصدر في نشرات الأخبار بيعمل أوقات هزة في حركة الأسعار، وبالتالي ينتظر دائما أنه إعلان صدور ناتج المحلي الإجمالي لليابان، للصين، للولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك، نشاهد إذا في نمو أو لا. طبعا الناتج المحلي الإجمالي الأكبر هو للولايات المتحدة الأمريكية، وبيأتي بعد الصين، وعربيا نشاهد أنه السعودية هي الأكبر بالناتج المحلي الإجمالي. أذهب الآن إلى العرض النقدي. طبعا العرض النقدي أيضا هون كلمة يعني مهمة جدا، خصوصا في مجال ما نسمع السياسات النقدية وما إلى ذلك. هي كمية النقود المتوافرة في البلاد، وهون مين الشرطة ومن ما هي الجهة المسؤولة لتدير ذلك؟ هي المركزي. المركزي يتحكم بمستواه. مهم جدا العرض النقدي لأنه يؤثر بشكل عام على السياسة النقدية وما إلى ذلك، وأيضا هو عامل يؤخذ بالاعتبار دائما، وهمه الشاغل بيكون التضخم والعرض النقدي للبنك المركزي بشكل عام. خلينا نذهب إلى أيضا مصطلح مهم جدا، وهو عندما تأخذ الشركة حبة مسمومة وتقتل نفسها. لاحظوا ماذا يعني ذلك. حنشاهد هون أنه بالنسبة إلى هذا المصطلح، اللي هو انه هي احدى الطرق التي بتتخذها الشركه بدها تدافع عن حالها، لانه تاتي شركه اخرى لتستحوذ عليها، وبالتالي ماذا تفعل؟ الشركه نفسها تصقل نفسها بالديون والالتزامات، وبالتالي اخذت هذه الحبه المسمومه. هون بصير في اوقات هجوم واستحواذ عدائي وما الى ذلك، واخر شيء الشركه لا تريد ذلك، تصقل نفسها بالديون والالتزامات والمدفوعات وكل شيء سلبي ياتي بالمؤشرات وما الى ذلك، لتبعث شبح انه الاستحواذ ليس ممكن، انه يرجع تصطلح الامور ربما بعد ذلك، ولكن تريد ان تبعد الاستحواذ الفوري. دائما ما بنشاهد انه في هالحبه المسمومه اوقات، ولكن نشاهد انه بصير في استحواذ عدائي، واحيانا الشركات تبدا عندما يتراجع السهم بقوة في الأسواق، تكون هناك شركة منافسة وتأتي وتشتري من هذه الشركة الأخرى، يتراجع أكثر وثم تأخذ أكثر من الأسهم، يتراجع أكثر وأيضا تأخذ أكثر من الأسهم، وبالتالي عندما يحصل ذلك تواجه الشركة الأخرى نوع من هجوم عدائي عليها. ماذا يعني ذلك؟ تتخذ تدابير، منها يصير في صندوق، وهالصندوق يصير في يدافع عن بالتحديد يرجع يشتري أسهم الشركة، بصير في حرب على شراء الأسهم الشركات. أيضا من المصطلحات يعني نفس عم نشاهد هون، في عنا مخطط بونزي. مخطط بونزي وهو إيداع أموال لدى محتال يقوم بإعادتها لمن يطالب بها. طبعا اشتهر هالمحتال منذ فترة طويلة جدا، وهي التالي أنه أي محتال على طريقة أيضا مادوف، يأتي المستثمرون يريدون أن يأخذون نسبة لا بأس بها من العوائد والأرباح، تعطوه المصاري يأخذ الأموال، ثم ماذا يحصل ذلك؟ أي شخص يريد أمواله فورا يسدد له هون، بس ليس من الأرباح الفعلية، لأنه دائما ما هناك مودع يسمع ثم من مصريات الإيداعين. متى بصير في فشل لهالسيستم اللي ركب؟ عندما يحصل وكل الأشخاص يريدون أموالهم في وقت واحد، وبالتالي لا يستطيع بعد الآن أن يتابع. لماذا يحصل ذلك؟ تحصل أزمة عالمية ما حصل مع مادوف. مادوف تورط فيه بنوك، معه بنوك عالمية كبرى، مؤسسات
اجتماعية كبرى، مؤسسات خيرية أيضا كبرى. نشاهد أنه مادوف كان شامل بنوك وأسماء كبيرة جدا، حصلت الأزمة العالمية لم يستطع أن يسدد، وبالتالي الكل بده أمواله بلحظة واحدة. تلبيس طرابيش أيضا يصح هذا المصطلح. رح ارجع اذهب الى ايضا هون الهيئه، هيئه سوق المال. كمان شاهد هون انه السك اللي هي السكيورتي هون شاهد انه هي بسموها شرف البورصه او شرطه البورصه، بنشاهدها ستينج ونتابع. أتابع مشاهدينا، وطبعا هون في الساك خلينا نشاهد يعني الهيئة بشكل عام، نشاهد هون ما مهمات وما إلى ذلك. هيئة الأوراق والأسواق المالية منظمة حكومية تعني بالإشراف على الأسواق المالية. لماذا؟ إيجاد مناخ استثماري عادل، وبالتالي المستثمرون يستطيعون التداول، بيكون في نوع من الارتياح. طبعا هون جانك بونز كمان بنسمعها دائما، هي بكل بساطة سندات عالية المخاطرة وبتكون رديئة، وبالتالي هون في أوقات بصير في تحقيق أرباح كبيرة جدا، ولكن أيضا المخاطرة عالية جدا، ممكن أنه بأي لحظة تخسر كل الأموال لأنه بيحصل شيء بمصدري هذه السندات. أذونات الخزينة، سندات الخزينة، أوراق الخزينة، نسمع دائما بهذه الكلمات. ما الفارق بينهما؟ هي فارق هو المدة الزمنية، حنشاهدهم سويا. سندات الخزينة، أوراق الخزينة، أذونات الخزينة، خلينا نشاهد بداية مع أذونات الخزينة. طبعا هون إني سندات حكومية مدة الاستحقاق أقل من سنة. سندات الخزينة هي مدة الاستحقاق بتكون لما بنسمي سندات الخزينة أكثر من 10 سنوات، وأوراق الخزينة بتكون استحقاق بين سنة وعشر سنوات. انتهينا من كل شيء هذه الكلمات. خلينا نذهب إلى العملة الصعبة. دائما نسمع العملة الصعبة، خصوصا نسمع هذه الكلمة كثيرا عندما بصير في انهيار بالعملة في بلد ما، ومنقول أنه صار في لجوء إلى العملة الصعبة. العملة الصعبة هي تقريبا هي الدولار، وبالتالي بسموها صعبة أو هارد، أو لأنه العملة القوية بتكون مقابل العملة المنهارة في الدولة، بيكون في بسبب شيء حاصل في البلد، نفاذ الاحتياط الأجنبي اللي هو مهم جدا، واللي هو مهم جدا أيضا للبلد، وايضا مهم للتضخم، وايضا يرتفع التضخم بشكل كبير جدا، بصير في طلب على هذه العمله الصعبه، ترتفع بشكل كبير جدا وتنهار العمله البلد المحلي. طبعا هون عم نشاهد انه العمله الصعبه هي عمله احدى الدول القويه مثل الولايات المتحده الامريكيه، يعني عم نشاهد هون مثل الدولار. طبعا هون مثل ما شاهدنا انه قوتها في بالمقابل اشياء وادوات، كيف بنشوف انه الدولار قوي جدا، ولكن ايضا في بالمقابل اشياء مثل الاسهم وما ذلك تكون يعني المخاطر عاليه جدا. عم شاهد هون العمله الصعبه مقابلها مثلا عم شاهد البيني ستوك. البيني ستوك هون اسهم ولا اخطر من هيك، تباع بسنت واحد وبترتفع 5 دولار 10 دولار، مضاربه فيها لمن يجيد، وايضا ممكن يصير في خسائر كل شيء. ممكن يصير في مليون واحد مثلا يكون معه 100,000 دولار تصير مليونين دولار، واحيانا يشتريها المستثمر بشوفها انه رخيصه اشتري بعد منها. هلا لا يمنع انه يشترى منها بعض من الاستثمار اذا مخصص، ويكون عامل نوع من وقف خساره قبل ما يدخل فيهم، ويعرف انه قديش ممكن يخسر فيهم، لانه بتكون كميه الربح ايضا عاليه جدا فيهم. واخر ورقه مصطلحات استعملها وهي التالية، حنشاهد هون بالنسبة دائما من نسمع ونحن في هذا الموسم إعلان الأرباح. طبعا في التاريخ، تاريخ الاستحقاق، تاريخ الدفع، تاريخ الإعلان، إعلان واستحقاق ودفع، دائما من يعني بصير في خلط بهذه الكلمات. تاريخ الإعلان هو اليوم الذي تعلن فيه الشركة عزمها توزيع الأرباح، هيدا الإعلان. الاستحقاق هو آخر يوم يحق فيه لحامل السهم الحصول على الأرباح، وممكن بعدها ما يكون معه السهم، ولكن بهذا اليوم لازم يكون حامل السهم ليأخذ الأرباح بعدها. وتاريخ دفع الأرباح هو اليوم الذي بكل بساطة تدفع فيه الأرباح لمن كان يملك السهم في التاريخ.
مشاهدينا، هيك تقريبا بتنتهي الحلقة، وبتذكر هون بكيفية التواصل طبعا jo.hawa@amanacapital.com @jo_hawa1 عنواني على تويتر، بشرفني كثير متابعتكم. شكرا مشاهدينا، وشكر أيضا لفريق البرنامج سلمان زين الدين بالإخراج، وأيضا أحمد على CG قلباتي على الصوت. شكرا مشاهدينا، نرجع نلتقي معكم مرة جديدة. هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتال.